طلبة الصف الخامس ابتدائي زي حبايبي، نحل تمارين الكتاب المدرسي على الدرس الأول إن شاء الله، وناخد مراجعة على المسائل القوية على الدرس الأول وعلى الدرس الثاني بإذن الله. أول سؤال عندي بيقول لي قرب لأقرب جزء من 100، هنا جزء من 100 اللي هو التلاتة، هنا جزء من 10 جزء من 100، التسعة بتعطيها واحد، التلاتة تبقى أربعة، سبعة وأعمل علامة من أربعة، كده أنا قربتها لأقرب جزء من 100. طيب عايز أقربها لأقرب جزء من 1000، الجزء من 1000 اللي هي التسعة، التمانية تعطي للتسعة واحد تبقى 10 من الصفر، ونطلع بالواحد على التلاتة تبقى أربعة، ننزل السبعة والعلامة العشرية والأربعة، كده قربناها لأقرب جزء من 1000. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. العدد 736 و592 من 1000 تقريبا، العدد ده تقرب لأقرب جزء من إيه يا ولاد؟ في طالما فيه هنا رقمين يعني جزء من 100، آخر رقم عندي اللي هو جزء من 100. طيب السؤال اللي بعده، هنا 82 و497 من 1000 تقريبا، 82 و50 من 100 دي الأقرب جزء من 100، لأن برضه في هنا إيه رقمين على يمين العلامة، يبقى جزء من 10 جزء من 100. العدد 3 والتمن تقريبا نقط الأقرب جزء من 100، التمن هنحولها اللي هي 125 من 1000، يبقى أنت عندك 3 و125 من 1000، الجزء من 100 اللي هو الاتنين، الخمسة تعطلها رقم كريم، الأرقام بتاعته 1 ل 5 و6 و7 و8 و9، الخمسة تعطل الاتنين 1 تبقى 3، علامة وننزل التلاتة. هنا يا ولاد لما نيجي نجمع في السؤال اللي بعده لازم نساوي الأجزاء. هنا في ثلاث ارقام على يمين العلامه وهنا رقمين، يبقى احط صفر جنبها، واقول 6 زائد 0 هي 6، 7 زائد 5 ب 12، 2 ومعايا ال 1، 4 و7 11، 1 ومعايا ال 1 على 3 تبقى 4، 4 و5 9، 1 1 2، بعدين هكربها لاقرب جزء من 100، جزء من 100 اللي هي ال 2، 6 تعطلها، ها ال 2 تبقى كام؟ تبقى 3 واكتب 1 علامه 9 2 يبقى 29 13 من 100، واللي فوقها كانت 3 و13 من 100، ما ننساش نختار الاجابه بتاعتنا، تمام؟ طيب السؤال اللي بعده، هنا هنطرح عددين من بعض يا اولاد، لما اجي اطرح لازم نساوي الاجزاء. هنا على يمين العلامه اربع ارقام وهنا ثلاثه، لازم نحط صفر هنا. واقول 9 ناقص 0 هي 9. 8 ناقص 1 ب 7. 2 ناقص 8 ما ينفعش نستلف، تبقى هنا 12 ودي بقت 3، 12 ناقص 8 ب 4. 3 ناقص 0 هي 3، ونعمل علامه. 7 ناقص 4 ب 3 و3 ناقص 1 ب 2. تعالى نكرر بقى جزء من اقرب جزء من 1000، جزء من 10، جزء من 100، جزء من 1000 اللي هي 7، التسعة رقم كريم يعطيها 1، 7 تبقى 8، واكتب ال 4 وال 3 والعلامة وال 23، يبقى 23 و 348 من 1000 اللي هي الجواب الثاني، نختار ده. السؤال اللي بعده هنا بيقول لي 8 و 657 من 1000 متر، عايزين نكررها لاقرب سنتيمتر. أول حاجة لازم أحول من المتر للسنتيمتر بضرب في 100، تمام؟ يبقى هضرب في 100 عشان أحول يا أستاذ العلامة تتحرك بإيه؟ برقمين ناحية اليمين. تبقى 8 6 5 علامة 7، بعدين بقوم مقربها لأقرب سنتيمتر يعني لأقرب وحدة. خدت الأحد هيبقى كام؟ اللي هي الخمسة، السبعة تبدلها تبقى 6 6 8، يبقى إحنا قربنا لأقرب سنتيمتر يعني لأقرب وحدة. يبقى تاني يا أولاد عشان أحول من متر للسنتيمتر بضرب في 100، تمام؟ بعد ما أضرب في 100 بقرب الناتج اللي طلع لأقرب عدد صحيح. أقرب عدد صحيح اللي هو الخمسة، السبعة تعطيها 1 تبقى 6، يعني عندنا 865.7 متر، 865.7 من 10 سنتيمتر، قربناها لاقرب سنتيمتر يبقى 866. السؤال اللي بعده بيقول لي اكتب اصغر كسر عشري مكون من الارقام ثم قرب الناتج لاقرب جزء من 100 وجزء من 1000. كسر عشري يا ولاد، الكسر العشري بيكون عدد اصغر من الواحد الصحيح، تمام؟ عدد بيقع بين صفر وواحد واقل من ايه؟ من ايه يا ولاد؟ اكبر من الصفر وواحد. طبعا ما ينفعش ناخد اعداد سالبه، يعني لما نيجي نكتب الكسر نقول صفر علامه وناخد الاثنين، ها وبعدين نيجي من الشمال يمينها، انا بعمل الصغير الاول وبعدين الكبير، خلاص؟ يبقى هبدا بالصغير زي ما هو قال لي، هو عايز صغير مش عايز كبير، هو عايز اصغر كسر عشري مكون من ارقام، اكتب صفر علامه 2 وبعدين 5 7 8، احنا كده بنعمل ايه؟ اصغر كسر عشري، لان الكسر العشري بيبقى عدد اقل من الواحد الصحيح، تمام؟ نقرب يا اولاد لاقرب بقى جزء من 100 اللي هي الخمسه، السبعه تديلها 5 تبقى 6 والاثنين علامه والصفر. بعدين اقرب جزء من 1000 اللي هي السبعه، الثمانيه تدي للسبعه 1 تبقى 8، ونكتب 5 2 علامه صفر، يبقى احنا قربناها لاقرب جزء من 100 وبعدين قربناها لاقرب جزء من 1000. السؤال اللي بعده، العدد 4559 من 1000 الاقرب نقط، قرابه الاقرب ايه يا اولاد؟ بقت 4.6 من 10، طبعا السته دي في خانه الجزء من 10،
يبقى اقرب جزء من 10. يبقى بقول اتقرب لاقرب ايه، بشوف الرقم الاولاني اللي عندي ده على اليمين، خمسة جزء من 10 يبقى قربت لاقرب جزء من 10. السؤال اللي بعده بيقول الفرق بين العددين 41 على 500 و 473 من 1000، هنعمل ايه يا اولاد؟ لازم الكسر الاولي ده نحوله من صورة كسر عادي لكسر عشري، هنضرب بس المقام في 2 يقلل المقام 500. يبقى لما اضرب في 2 هنا وهنا في 2 تبقى عندي 82 وهنا تحت 1000، يعني 82 من 1000. يبقى العدد ده هو كله اتحول بقى 82 من 1000. علامة بعد تلت ارقام اهو 82 من 1000، شايفينها كده؟ الفرق بينها بقى والعدد ده مين الكبير؟ طبعا العدد ده الكبير، لما نيجي نطرح لازم نكتب الكبير الاول اللي هو 473 من 1000. اهو هنطرحها ازاي؟ هنا في ثلاث ارقام وهنا رقمين وهنا في ثلاثه، الاجزاء متساويه، يبقى 3 ناقص 2 بواحد، 7 ناقص 8 ما ينفعش نستلف، تبقى ديت 17 ناقص 8 دي 5، 17 ناقص 8 دي كام؟ 9، و3 ناقص 0 هي 3، ونعمل علامه وجنبها الصفر. تاني يا ولاد يبقى 41 على 500 ضربنا بس المقام في 2 بقت 82 من 1000، لان 82 على 1000. علامه على 3 ارقام، بيقول الفرق ده معناه هننقص. يبقى اما نيجي نطرح تاني يا ولاد، ماشي تاني، الفرق بين العددين ضربنا بس المقام في 2، بص معايا هنا الاول يا ولاد، هنضرب بس المقام في 2 وبعد 82 من 1000 هنطرحهم، الفرق دي يعني ننقص. نكتب الكبير الاول وبعدين الصغير، نكتب الكبير يا ولاد وبعدين الصغير. لما نيجي نطرح لازم نساوي الاجزاء، هنا كان في ثلاث ارقام وهنا في ثلاث ارقام قد بعض، 3 ناقص 2 بواحد، و7 ناقص 8 ما ينفعش استلفنا، بقى 17 ناقص 8 بتسعة، ودي 3 ناقص 0 هي 3، 391 من 1000. هنقربها لأن الأقرب إيه يا أولاد؟ جزء من 10، عشان نقرب الأقرب جزء من 10، جزء من 10 اللي هي 3، يبقى تقريبا أقول له 9 تعطي 3 1 تبقى 4، يبقى الناتج بتاعك هيطلع 4 من 10. يبقى حل المسألة دي نكتب هنا 391 من 1000، ده الفرق بينهم، والناتج بعد ما تقرب طلع كام؟ طلع 4 من 10. السؤال رقم ج بيقول لي 3 و3 ارباع ناقص 1 و3 على 200. هنا ال 3 ارباع لازم نحولها. ها؟ نحول ازاي ال 3 ارباع؟ هنضرب بسط المقام في 25 او نقول له ان ال 3 ارباع دي بتساوي 75 من 100. يبقى انت ممكن تقول له ال 3 ارباع دي 75 من 100 وال 3 على 200 هتضرب بسط المقام في 5 عشان تحولها من صورة كسر عادي لكسر عشري. تمام كده؟ هنكتبها في ورقة يا ولاد اهو مع بعض، هنا 3 و3 ارباع ناقص 1 و3 على 200، هنعمل ايه؟ ال 3 ارباع ده اللي هو 75 من 100، يعني اقول له 3 و 75 من 100، طب ال 3 على 200 هنضرب بس المقام في 5، ليه؟ لأن المقام 200، يبقى أنا هضرب هنا في 5 وهنا في 5، فيبقى ناقص، يبقى تحت بقت 1000، لأن هنا 2 في 5 ب 10 ونزل الصفرين، و3 في 5 ب 15 ونزل 1، فيبقى 3 و75 من 100 ناقص هنا 15 على 1000 اللي هي 15 من 1000 وننزل الواحد. نطرح ازاي؟ لازم نساوي الاجزاء. ها هم حاطين فين؟ صفر على اليمين. يلا كده حلوها يا ولاد، زميلكم حلتها يا ولاد اهي ما شاء الله كويس. يبقى هنا 10 ناقص 5 ب 5، 4 ناقص 1 ب 3، 7 ناقص 0 هي 7، 3 ناقص 1 ب 2. جميل. بعد ما طلعنا العدد ده يا ولاد هنقربه، يعني هو قال لي في التمرين قربه لاقرب جزء من 100. اقرب جزء من 100 اللي هي خانة جزء من 100، يبقى انا عندي العدد اهو 2 و 735 من ايه؟ من 1000. فين خانة الجزء من 100 هنا يا ولاد؟ ها؟ اللي هي مين؟ التلاتة، شايفينها؟ الخمسة تعطلها ولا لا؟ تعطلها، التلاتة تبقى كام؟ 4. 4، جميل، يبقى هنا 4 7 على 100 2، يعني 274 من 100. طيب السؤال اللي بعده يا ولاد ده هنا بيقول لي اقسم على 100 وبعدين قرب الناتج لأقرب جزء من 100. لما نقسم على 100 نحط العلامة بعد كام رقم؟ ها؟ رقمين، يبقى أنا عندي 7 5 علامة 3 4. يلا يا ولاد قرب لاقرب جزء من 100. فين الجزء من 100؟ ها جزء من 100 اللي هو السبعة، في حاجه هتعطله قبل كده؟ مفيش حاجه، فيبقى الناتج 43 و 75 من 100. السؤال اللي بعده 39 يوما لاقرب اسبوع، نعملها ازاي يا ولاد؟ احنا بنفكر ازاي في السؤال ده؟ والله احنا عندنا الاسبوع 7 ايام، يبقى اقسم ال 39 دي على السبعه واحولها لعدد كسري. 39 على 7، 7 في كام قريبه ل 39؟ اقول 7 في 5 35 وتبقى 4. بعد كده بقرب ازاي؟ بجيب نص المقام، في قاعده بتقول لي اذا كان البسط اكبر من او يساوي نصف المقام يضاف واحد الى خانه الاحاد. يعني هنجيب نص السبعه اللي تحت دي اللي هي 3 ونص، الاربعه اللي فوق دي اكبر من نص المقام تعطي واحد للخمسه تبقى 6،
يبقى تقريبا 6 اسابيع دي رقم بشر الحال يا اولاد. تمام، ممكن طالب تاني يجيبها من ايه؟ بدماغه ويحسبها. انت عندك نص الاسبوع 3 ايام ونص، وعندك 39 على 7 5 في 7 35، يعني يعمل لك 5 اسابيع وده 4 ايام، ال 4 ايام دول اكبر من نص الاسبوع، يبقى طلعت 1 لـ 5 في 6. السؤال اللي بعده هنا 12 و 4658 جزء من 10000، بيقول لي تقريبا الاقرب كيلومتر. عشان الاقرب كيلومتر يا اولاد هتبقى ايه؟ دي مثلا كان في هنا ناقص ايه يا اولاد؟ كيلومتر كده، كان في كف مين ناقص؟ طب الاقرب كيلومتر يعني الاقرب وحده، اقرب وحده يا اولاد يعني الاربعه مش هيدي حاجه، الاثنين تبقى 12 زي ما هي. يبقى العدد 12 و 4658 كيلومتر، هنقربها الاقرب كيلومتر يعني الاقرب عدد صحيح، الاربعه ما تديش حاجه ل 12. طيب 255 ساعه تقريبا كام يوم؟ هنعملها ازاي يا استاذ؟ والله اليوم ده فيه 24 ساعه، يبقى نقسم ال 255 على 24 ونحولها لعدد كسري، ال 24 متضرب في 10 هتبقى 240، ونطرح من 255 240، نقول هنا 5 وهنا 1. يعني اقول له تاني يا اولاد، تاني ركزوا معايا، 255 ساعه هقسمها على ال 24، لان اليوم في كام ساعه؟ ها اليوم 24 ساعه، لما اقسم ال 24 تتضرب في 10 تبقى قريبه، بقت 240، نطرحها من 255 بقى 10، يبقى 15، يبقى 15. نجيب بقى ازاي؟ نقرب ازاي؟ هنجيب نص المقام، نص نكمل يا اولاد. هنا قلنا 255 ساعه على اقرب يوم، عملنا ايه؟ قسمنا على 24، لان اليوم فيه 24 ساعه. 24 في 10 ب 240 قريبه لل 255، يبقى 15. نجيب نص المقام، نص المقام 12، البسط اكبر من نص المقام يعطي 1 لخانه الاحاد، يبقى 11. 67 شهر الاقرب سنه، السنه فيها كام شهر؟ سنه 12، يبقى نقسم 67 دي على ال 12، ال 12 في 5 ب 60 ويبقى 7. هنقرب ازاي؟ نص ال 12 6، السبعة اكبر من نص المقام، يبقى لو البسط اكبر من نص المقام يعطي 1 لخانه الاحاد، الخمسه تبقى 6. يبقى تاني يا اولاد بنقسم على ال 12، 12 في كام قريب لل 67؟ 12 في 5 ب 60 يبقى 7، السبعة اكبر من نص المقام تعطي 1 لخانه الاحاد تبقى 6. طريق طوله 74389 متر، اوجد طوله بالكيلو متر مقربا للناتج لاقرب جزء من الماء. يلا يا اولاد نحول من المتر للكيلو متر، هنقسم على 1000. يبقى هنقسم العدد ده الاول على ايه يا استاذ؟ على 1000، عشان نحول من متر للكيلو متر. ها اهو قسمنا على 1000، بعد كده احنا خلاص حولناها الى ايه؟ الى كيلو متر. عايزين الاقرب جزء من 100، الجزء من 100 اللي هو 8، ال 9 تعطي لل 8 1 تبقى 9، 9 3 على 4 7. السؤال اللي بعده، اذا كانت س بتساوي 13 و452 من 1000 وص بتساوي 7 و273 من 1000، اوجد س زائد ص مقربه للناتج لاقرب جزء من 100. يبقى هنجيب س زائد ص نجمعها، نقول 2 5 4 علامه 3 1، والصاد كانت 7 علامه 2 7 3، نجمع 3 و2 5 7 و5 12 5 و2 7 17 و3 20. قرب الناتج لاقرب جزء من 100، جزء من 100 اللي هو 2، 5 تدي ل 2 1 تبقى 3، 7 علامه 0 2. بعد كده ثم نقدر ناتج س زائد ص، تعالى نجيب تقدير س وتقدير ص. تقدير س معناه التقريب لاقرب عدد صحيح، وتقريب ص معناه برضه التقريب لاقرب عدد صحيح او لاقرب وحده يعني. عندك ال 3 اللي هي 13 يا اولاد، ال 4 مش هتدي لها حاجه، يبقى تقدير س 13، والص 7 الاثنين مش هتدي لها حاجه، يبقى تقديرها ب 7. تقدر تقول له بقى تقدير س زائد ص رجمع يطلع ب 20. التقدير مقبول ولا لا؟ اقول له التقدير مقبول، اقول له التقدير مقبول. ليه؟ لان تقدير س زائد ص طلع نفسه هو قريب من الناتج اللي هو 20 و73 من 100، يبقى التقدير بتاعنا ايه؟ مقبول.